تيفوهات خرافية ولقطات في المدرجات وتنافس فوق أرضية الميدان. شاهد معي هذا التيفو الخرافي لأنصار اتحاد العاصمة في بداية المباراة، تيفو ثلاثي لأنصار الاتحاد، بينما حدثت مشاكل منعت التراس مولودية الجزائر من القيام ب التيفوات التي كانت محضرة. صور جميلة شاهدناها قبل بداية اللقاء، صور رائعة بين أبناء الشعب الواحد. هكذا نريد رياضة كرة القدم. شاهدوا مثل ما قلت تيفوات اتحاد العاصمة، تيفو الأول شاهدناه منذ قليل، هذا التيفو الثاني أنصار اتحاد العاصمة، حاولوا إرسال عدة رسائل من خلال هذه الأعمال الفنية التي قاموا بها في المدرجات، لكن في الميدان كانت الكلمة للمولودية التي افتتحت باب التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق زكرانة الذي اعتبره أفضل لاعب في مولودية الجزائر هذا الموسم. تفضل قاسي السعيد. حقيقة زكرانة أدى موسم رائع كما تفضلت وقلت، كان أحسن لاعب في البطولة الجزائرية، ولكن حتى يوسف بالليلي كان حاسم في عدة مقابلات. محمد شفنا الهدف يعني تقريبا منذ 6 أو 7 سنوات، وحنا نشوفوا المولودية واتحاد العاصمة إلى التعادلات 0-0 2-2 هذا الموسم، هذا المقابلة هذه حتى في الذهاب كان تعادل، شفنا هذه المقابلة تاع العودة. وإذا ما خانتنيش الذاكرة محمد، يعني منذ الاستقلال ما شفتش انا فريق فاز بالبطوله قبل 4 جولات، يعني هذا الموسم المولوديه جوزت موسم رائع حقيقه. خسروا 2 مقابلات، المقابلات كلهم اللي لعبوهم يعني خارج الديار او داخل الديار كانوا في المستوى. الهدف هذا اللي شفناه كان ظن بلي خطا فوت تكنيك فوت دومان تاع الحارس، وزكرانة اغتنم الفرصه وسجل الهدف الاول، وبقات المقابله هكذا حتى لنهايه اللقاء. مباراه شفنا فيها محمد اندفاع بدني كبير في طيلتها، يعني الشوط الاول والشوط الثاني فريق المولوديه اغتنم الفرصه، يعني في الدقيقه 23 كانت يعني كره سريعه بين بايزيد ونعيجي، نعيجي وين مر البايزيد وين دار يعني ابل دار فتحه تاعو بايزيد، الحارس يعني خرج يعني ما صعب في هذه الكرات الحارس تكون المأمورية صعبة عليه، لأن الكرة جاية يعني سونتر روتري يعني في الأرض، وين زكرانة يعني في الدوزيام بالون شفناه دائما يتفوق سواء في الكرات الثانية في الدفاع أو في الهجوم، هنايا في الهجوم كان في الوقت المناسب ويسجل هدف. مباراة كانت نوعا ما في المستوى نظرا لمباراة اللي كنا نشوفهم في الدربية دائما ما تنتهي بالتعادل، دائما وين ما تكونش فرجة، الفرجة دائما تكون في المدرجات. هنا شفنا يعني كانت مباراة يعني سواء من اتحاد العاصمة وين كانت تضيع بعض الفرص، كانت قادرة تكون مباراة تروح يعني للتعادل. نظرا لفريق اتحاد العاصمة من ناحية الهجومية ما استغلش، كانوا عنده بعض الفرص اللي كان قادر يعمل يعني الفارق فيها، لكن فريق اتحاد العاصمة شوفوه كان ناقص من ناحية الهجومية اليوم. نعم قاسي سعيد، مولودية الجزائر بلغة الأرقام أقوى فريق هذا الموسم في الدوري الجزائري، وفوزه باللقب لا غبار عليه، سجل 51 هدف يعتبر أقوى هجوم، وتلقى 16 هدف فقط أقوى دفاع، يعني حتى بلغة الأرقام المولودية هي الأفضل. المولودية أيضا أخذت فارق كبير عن أقرب ملاحقيها، وصلت إلى 60 نقطة، توجت بالدوري قبل 4 جولات، شاهدنا مشوار بطل. يعني يجب على الأندية الأخرى أن تعترف بأن مولودية الجزائر تستحق لقب الدوري هذا الموسم. هو في النهائي في الكأس الجمهورية. نعم وموجود في نهائي كأس الجمهورية. هي مولودية الوراء قبل بداية الموسم محمد، الانتدابات اللي جابوهم المولودية لاعبين كانوا في المستوى. وزيد انا نقول لك حتى المدرب باتريس بومان عمل شغل كبير. الفضل يرجع يعني للمدرب اللي شفناه لما مشى لفرنسا كيفاش داروا التحضير البدني اللي قاموا به، حتى المحضر البدني هو ايضا كان قام بعمل جبار. ونشوف اللاعبين تاع المولوديه تقريبا طيله الموسم يعني ما شفناش اصابات، لما نتكلم اصابات نقول اصابات عضليه. نعم
يعني ما شفناهمش. كان اصابات يعني كونتاكت تاع شوبي وجونو، ولكن عضليه ما شفناهمش. نظن باللي كما قلت نتايا واحد ما يقدر يعني يقول مولوديا فازت باللقب يعني بالمعاونه تاع الناس اخرين. انا بالنسبه لي فازوا بكل جدارة. نعم امين، لما نشاهد تجربه مولوديه الجزائر هذا الموسم وعلى راسها حجر جم، هذا المسير الجديد ليس له باع طويل في كره القدم الجزائريه، يعني نتحدث مع أنفسنا نقول هذا هو التغيير نحو الأفضل، يعني يجب منح الفرصة لمسيرين جدد، يجب ضخ دماء جديدة في الأندية الجزائرية. نشاهد بعض الأندية الجزائرية الأخرى يعني وكأنها أصبحت دارا للشيخوخة. أمين، نريد مسيرين شباب بدماء جديدة بأفكار جديدة بنفس جديد، لماذا بعض الأندية تحاول أن تكرر نفسها وتجتر نفسها؟ تجربة المولودية يجب أن تعمم على باقي الأندية الجزائرية، يعني الجزائر ولادة، الجزائر فيها الكثير من الخبرات، الجزائر فيها الكثير من الكفاءات، وخير دليل نجاح حجر جمع مولودية الجزائر. يعني البعض انتقد الانتدابات في بداية الموسم، انتقد طريقة تسيير النادي، حتى بعض اللاعبين السابقين في النادي لم تعجبهم طريقة حجر جمع، ثم ربما لم تعجبهم حتى النتائج الإيجابية التي كان يحققها الفريق، ولكن في النهاية هذا الرجل أثبت بأنه كان على حق وأهدى المولودية لقبا بعد 14 سنة، لقب الثامن في تاريخ المولودية. تفضل أمير. نقول لك قبل كي شكرت المدرب وشكرت اللاعبين، كنت راح نقول لك أنه صاحب الفضل الأكبر بالنسبة إلي بعد الله سبحانه وتعالى أكيد هو الحجر جم والإدارة. لماذا؟ الأموال كانت موجودة حتى في سنوات العجاف لمولودية الجزائر، الأموال كانت دائما موجودة، سوناطراك دائما ما كانت سند لمولودية الجزائر رغم كل الخيبات في السنوات السابقة، ولكن ما لم يكن موجودا والذي جلبه معه حجر جم وصنع به الفريق هذا الموسم هو الاستقرار والهدوء. الآن فريق مولودية الجزائر يعيش موسما مستقرا بدون مشاكل، تقريبا لأول مرة ما شفناش مشاكل في فريق مولودية الجزائر منذ سنوات طويلة جدا. الفريق يلعب، الفريق يفوز، الفريق هادئ، الفريق قام بفترة تحضير قوية جدا، قام بانتدابات مدروسة وجيدة رغم كثرة الانتقادات مع بداية الموسم. الكثيرون لم يعجبهم تعاقد مولودية الجزائر مع الكثير من الأسماء الثقيلة أو الرنانة على عصيم بالليلي، بالليلي، بالعمري، نعيجي، بايزيد، يعني أسماء معروفة في البطولة الوطنية ومنها أسماء احترفت في الخارج ولها باع طويل مع المنتخب الوطني الجزائري. ولكن اليوم أكد فريق مولودية الجزائر أنه كان يسير في الطريق الصحيح نحو التتويج بلقب البطولة. لا ننسى أنه لم يخسر سوى مرتين فقط في هذا الموسم، لذلك تحية كبيرة لإدارة مولودية الجزائر وحجر جم على العمل الكبير والجبار الذي قاموا به والنقلة النوعية أيضا محمد في طريقة إدارة هذا الفريق هذا الموسم. والتحية أكبر لأنصار مولودية الجزائر أكيد. لهم فضل عظيم في هذا التتويج. تخيلوا كل اللقاءات تقريبا لعبت بشبابيك مغلقة، حتى لما يتعلق الأمر بمباريات خارج الديار كنا نشاهد جحافل من أنصار مولودية الجزائر تتنقل لتساند فريقها في ملعب 5 جويلية حدث ولا حرج، في أمسيات رمضانية الملعب مكتظ عن آخره، يعني كانوا السند الأول للفريق طيلة مباريات هذا الموسم. شاهدوا هذا الكراكاج العالمي لأنصار مولودية الجزائر الذين لم يتمكنوا من تعليق التيفوات اليوم، ولكنهم أبدعوا بالكراكاج في الدقيقة 76، واضح لما تشير 76 يعني الثلاثية التاريخية بقيادة علي بن شيخ في ذلك. كان أشوف علي بن شيخ محمد كي ذكرت علي بن شيخ، كان دايما نشفى في المواسم السابقة لما كانت المولودية ماشي في أحسن أحوالها كان دايما يقول كلمة هذا الموسم تأكدت أنه كان على حق، كان يقول دايما المولودية ألعبوا مليح برك يعمروا لكم لي سيبورتور ستاد، المشكل ماشي كاع في الجماهير. والحقيقة تقال هذا الموسم كانت طفرة، شفنا أنا شفت مظاهر غريبة جدا يعني مع تألق مولودية.